خفيت في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم ظاهرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما. صدق الله العظيم. سادتي ندعوكم للوقوف في النشيد الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السيد المحترم رئيس المجلس الشعبي البلدي، السيد المحترم رئيس دائرة مدينة رأس الواد، السادة ممثلي الشعب في المجالس المنتخبة وفي البرلمان ومجلس الأمة، السلطات المدنية والعسكرية، رجال الإعلام، الصحفيات المحترمات الحاضرات معنا، أهلنا في رأس الواد وأصحاب الفضيلة من المشايخ والعلماء وشيوخ الزوايا المحترمين الحاضرين معنا، طلاب العلم والمعرفة، الأسرة الثورية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك الذي يحضره رجال الجزائر وحرائر الجزائر، لا لشيء إلا ليجتمع على كلمة الحق وامتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هنا نلتقي ونجتمع، يجتمع أبناء الجزائر وحرائر الجزائر يجتمعون على الخير امتثالا لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بالأمس القريب كان رجال العلم ورجال الجهاد جنبا إلى جنب يعلون من شأن هذا الوطن، واليوم الأحفاد يكملون الطريق ويكملون المسيرة في سبيل الحفاظ على أمانة الشهداء الجزائر. الزوايا لطالما كانت وستظل حصن الجزائر المنيع، تحافظ على لغتها وعلى ثقافتها وعلى هويتها وعلى أصالتها، من جبال جرجرة إلى جبال الهوغار ومن شرق البلاد إلى غربها، تحافظ الزوايا على أعظم كلام هو كلام الله سبحانه وتعالى. وها هي الزاوية البلعساوية أو زاوية الشيخ بلعساوي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه برحمته الواسعة التي أسست
قبل أكثر من قرن من هذا الزمان، فكانت منارة للعلم والقرآن، منارة يهتدي بها كل سائل للخير وكل طالب للخير، وما زال أبناؤه وحفادته يمشون على الدرب وعلى الطريق، وهم اليوم ينظمون ندوة تحت رعاية كريمة من السيد والي ولاية برج بعريريج حول الصلح وإصلاح ذات البين، وستكون من تأطير الأستاذين الكريمين فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري الذي جاءنا من جبال جرجرة الشماء ومن بلاد القبائل التي نكن لها في قلوبنا كل تقدير وفخر ونفتخر بأحد رجالها وهو الشيخ سعيد بويزري، وهي تحت إشراف الأستاذ الدكتور محفوظ بن صغير الذي يجتهد ويكد ولطالما كانت له وقفات من أجل التعريف بتراث الزوايا ومشايخ والعلماء، فنسأل الله له التوفيق يا رب العالمين. ها هي إذن مدينة رأس الواد، مدينة العلماء والمجاهدين والصالحين، مدينة أهل الشرف وأهل الخير الذين يسارعون ويهبون في كل وقت وحين من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وإعلاء لشأن الوطن في جميع المجالات. ودون إطالة كلمة ترحيبية يتلوها على مسامعكم فضيلة الشيخ عبد الله بالعساوي، فليتقدم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السيد الفاضل والي ولاية البرج المحترم، السيد الفاضل رئيس المجلس الولائي، السلطات العسكرية والأمنية، السادة نواب البرلمان بغرفتين، السيد الفاضل رئيس دائرة رأس الوادي، السيد الفاضل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية رأس الوادي، السادة شيوخ الزوايا والأئمة والأعيان، الأسرة الثورية وأسرة الإعلام، الحضور الكريم كل باسمه وجميل واسمه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنها لسانحة عظيمة وبادرة كريمة، هذه التي جمعت وجوه الخير وأهل الفضل وأعيان الصلح في هذا اللقاء الطيب ضمن مساعي وحدة المجتمع وترقية حس اللحمة بين أبنائه ومكوناته وأطيافه، اجتماع لتحقيق معاني قول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل من سورة النساء والصلح خير، وقوله تعالى من نفس السورة لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما. اجتماعنا إحياء لدور جماعة المسلمين داخل المجتمع الذي هم فيه حتى ولو كان مجتمعا غير مسلم، مثلما فعل الأمير عبد القادر الجزائري رحمه الله حينما أصلح بين المسلمين والنصارى في موقف ظهرت فيه سماحة الإسلام، في موقف ظهرت فيه سماحة الإسلام وإنصاف تعاليمه تجسيدا لقوله تعالى في سورة المائدة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقبل ذلك هدي النبوة الطاهرة وصنيعها في المجتمع اليثربي بما لا يخفى على شريف علمكم من أمر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهو تشريع نبوي وتأسيس لنظام الصلح ولفت الأنظار لواجب الإصلاح. إن ندوتنا هذه كاشفة لتجذر الصلح والإصلاح في مجتمعنا الجزائري وليست منشئة له، فلا تخلو قرية ولا مدينة ولا عرش ولا قبيلة من قائم بأمر جماعتها والحل والعقد فيها. وإن كانت هذه المعاني بدأت تنمحي نوعا ما لأسباب وظروف، فإن ندوتنا هذه تعتبر إحياء وإذكاء لهذه القيمة المتجذرة في المجتمع وإسهام في جهود عودة دور الصلحاء والمصلحين لتخفيف العبء على المحاكم ولرأب الصدع في الأسرة الجزائرية.
ولتقوية أواصر المحبة والأخوة بين أفراد المجتمع كله. إن كثيراً من القضايا كبيرة كانت أم صغيرة نستطيع حلها في مجالس الصلح بخطاب يجمع ولا يفرق، ييسر ولا يعسر، ينصح ولا يفضح. أيها الحضور الكريم، لقد تعين على رجال العلم وأهل الفضل والقبول والوجاهة في المجتمع أن يطلعوا بدورهم للإصلاح، كل حسب اختصاصه وحسب طبيعة موضوع النزاع ومحل الفرقة والشقاق. أهل الشريعة أو القانون أو العدالة أو المال أو الحكمة أو المكانة إلى آخره ممن ذكرت وممن نسيت. وأختم مذكرا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على المصطفى عليه الصلاة والسلام. ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وفق الله كل من يريد للخير أن يبلغه، وكل قاصد للنفع أن يصله. اللهم يا من وفق أهل الخير إلى الخير وأعانهم عليه، وفقنا إلى الخير وأعنا عليه. والحمد لله في البداء والختام. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير للسيد والي الولاية على إشرافه وحسن رعايته لهذه الندوة وتشريفه لنا بحضوره الشخصي، كما لا يفوتني أن أزل الشكر لكل من نشط وحضر معنا وتكبد مشاق السفر. فمرحبا بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فالمساجد والزوايا هي من مؤسسات التنشئة الاجتماعية، فهي الوقاية وهي العلاج، فهي التي تقي المجتمع شر الفتن والخصومات والتفرقة، وهي العلاج في حالة ما حل بهذه المجتمعات من نوائب. فنسأل الله الحفظ لبلادنا يا رب العالمين. حضورنا الكريم، دون إطالة كلمة ومداخلة لفضيلة الشيخ صغير، فالدكتور البروفيسور محفوظ صغير فليتقدم مشكورا غير مأمور. تفضل سيدي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أرحب باسمي زاوية الشيخ العيساوي، وباسمي الرعين لهذه الندوة الطيبة المباركة، أرحب بالجميع كل باسمه وجميل اسمه وعلو مقامه وقدره. ولا بد أن أنوه هنا ولأهمية هذا الموضوع لرعاية كلمة للسيد والي الولاية، وكذا أنوه كذلك بمجهودات السلطات المحلية لدائرة راس الواد، وعلى رأسها السيد رئيس الدائرة والسيد رئيس المجلس الشعبي البلدي. وأحيي كذلك الإخوة الحاضرين من خارج ولاية برج بوعلاريج، من بسكرة، قسنطينة، من البواقي، باثنة، خنشلة، إلى البويرة، تيزي وزو، بجاية. فمرحبا بالجميع. ولأهمية هذا الموضوع، نجد جميع شرائح المجتمع حاضرة معنا من أساتذة جامعيين مختصين في القانون وفي الشريعة، إلى رجال القضاء، إلى شيوخ الزوايا والسادة الأئمة الكرام. فمرحبا بكم جميعا. إن المكارم كلها لو حصلت رجعت جملتها إلى شيئين: تعظيم أمر الله جل جلاله، والسعي في إصلاح ذات البين. هذا الموضوع
الذي نجتمع في هذه الصبيحة المباركة لنتدارسه ولنحيي من درس من موروثنا الثقافي والاجتماعي، ذلك أن الصلح هو بالأساس مهمة ووظيفة الأنبياء، كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. الصلح هو اتفاق، وهو عقد بين متنازعين أو متخاصمين يرفع الخصومة بينهما. هذا لفظ الصلح، وصلح وصلح وإصلاح، هذا كلمة الصلح ومشتقات هذه الكلمة وردت في القرآن الكريم في نحو 180 موضع، الصلح والإصلاح والصلاح وما إلى ذلك. جاءت بصيغة الفعل 30 مرة: فاتقوا الله وأصلحوا، هذه صيغة فعل. وجاءت بصيغة الاسم 150 مرة. ولأهمية الصلح، يعني شوفوا مثلا الصلاة اللي هي عماد الدين وهي ركن ركين من أركان الإسلام، ذكر لفظ الصلاة في القرآن الكريم 100 مرة أو نحو 100 مرة. 85 مرة بصيغة الاسم و15 مرة بصيغة الفعل. شوفوا أهمية الصلح والإصلاح في القرآن الكريم، وكم مرة ذكر الصلح ومشتقاته في القرآن الكريم. ذكر الصلح أو الصلاح مقرونا بالإيمان 51 مرة: يا أيها الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اقترن الإيمان بالعمل الصالح 51 مرة. الصلح والتصالح والمصالحة من المسالمة، أو من فعل أو من اسم المسالمة أو السلم. هناك فرق بين الصلح والإصلاح. الصلح يكون عندما يتصالح المتنازعان فيتفقان على إنهاء الخصومة بتنازل من طرف وقبول من طرف آخر. أما الإصلاح فلا بد أن يتوسط طرف ثالث يفض النزاع بين المتخاصمين. ولذلك في مسألة مثلا في المسائل الزوجية مثلا، عندما ينفر الرجل من زوجته ربما لكبر سنها، فيمكن لها أن تتصالح معه أو أن تصالح معه على أن تتنازل عن حقها مثلا في المبيت أو ما إلى ذلك. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، ربما هذا الإعراض وهذا النشوز، نشوز الزوج أو إعراض الزوج ربما كان بسبب كبر الزوجة، فلا جناح عليهما أن يصالحا خيرا، أن يصالحا والصلح خير. إصلاح ذات البين يكون كما قلت بواسطة طرف ثالث، قد يكون إماما أو شيخ ذا وجاهة أو ما إلى ذلك. إصلاح ذات البين وش معناها؟ البين هو الفراق وهو البعد، وذات صاحب بمعنى الإصلاح بين أصحاب الفراق. واجب المسلمين أن يجمعوا شتات المتخاصمين أينما كانوا، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا. هذا الفعل تأصلحوا
ليس موجه لطائفة معينة من المسلمين من الأئمة وغيرهم، بل هو بل هذا الخطاب موجه لعموم المسلمين، وبالتالي فإن إصلاح ذات البين هو في أصله فرض عين على جميع المسلمين، وفرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. هذا الحكم التكليفي أو الحكم الشرعي لهذه المهمة لإصلاح ذات البين التي اندثرت في أوساط مجتمعنا أو قلت، أقول اندثرت وإنما قلت. إصلاح ذات البين له أبعاد، له أبعاد إيمانية وأبعاد مقاصدية وأبعاد اجتماعية وأبعاد إصلاحية وأبعاد تمس الأمن القومي للمجتمع. في الأبعاد الإيمانية نلتمسها من قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات نلتمسها من قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وله البعد الإيماني، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا هو البعد الإيماني، الأجر العظيم. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وأجر الله سبحانه وتعالى يوفى بغير حساب. الذي احنا للأسف الشديد لما الإنسان يسمع من صديق يقول له راني تقابلت مع فلان، يروح يصلح، يروح يزيد يكمل، أو فيه وفيه وفيه وفيه. هذا وللأسف يعني المفروض أنه لما يسمع بخصام بين اثنين يبادر بالسعي في الإصلاح بينهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الكذب في هذا الموضع، يجوز أجاز الكذب كما في حديث أم كلثوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للرجل أن في موضع الصلح أن يكذب، كما يجوز الكذب في حالة الحرب، ويجوز الكذب بين الرجل وامرأته، كذلك يجوز حتى يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، وهذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان المصلح في مجلس الصلح وخاف بقطعه لمجلس الصلح أن تفوت، أو وخاف مثلا أن يذهب إلى الصلاة فيفوت المقصد من هذا المجلس. يجوز حتى الإنسان يترك الأيمان والحنف فيها من أجل الصلح. إذن هذه المهمة الهامة في مجتمعنا عندها بعد إيماني وعندها بعد اجتماعي. كيف يكون أو كيف تسود ثقافة التضامن والتكافل الاجتماعي إذا كان بين الناس خصومات؟ كيف نصل أرحامنا إذا كان بين الأب وابنه والأخ وأخيه والعم وأولاد أخيه مثلا وما إلى ذلك، خصوصا في مسائل ما يتعلق بالخصومات في مسائل الطلاق ومسائل الميراث؟ كيف نحقق هذا التكافل الاجتماعي وهذا التضامن إذا سادت الخصومة بين أفراد المجتمع؟ يقول لي حتى الجنازة ما راهش يحضر، يقول لي حتى الصلاة اللي يصلي فيها هذا الإنسان المخاصم يقول لي ما راهش يصلي في المسجد هذا. الله سبحانه وتعالى في آية يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يعني إذا وجد الإنسان المصلح في المجتمع فإنه يجنب قومه ومجتمعه البلاء والهلاك. وهنا أقف عند مصطلح المصلح والصالح. كاين الصالحين، الإنسان الصالح
لا يتعدى نفعه لغيره، بخلاف الإنسان المصلح الذي يتعدى نفعه غيره. وهذا هو المقصود بالآية: وما كنا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لكن إذا كان الإنسان صالح، صالح في نفسه، لا يسعى ولا يبادر بالإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحين أو الصالحون؟ قال: نعم، إذا كفر الخبث. أنواع الصلح: يكون الصلح بين المسلمين وغير المسلمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أو كما قال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. هذا بين المسلمين وبين الكفار. يكون المسلمين بين طائفتين من المؤمنين إذا اقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءوا فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. يكون الصلح بين الزوج وزوجته، هنا يكون الصلح في الآية: وإن خافت امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا. والصلح خير، هذا صلح بين الزوج وزوجته، يتراضيان بتنازل أحدهما للآخر. ويكون الإصلاح بين الزوجين، كما قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهنا في هذه الآية الكريمة المصلح لابد أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، ولا بد أن تكون له إرادة الإصلاح حتى يوفق الله بينهما. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل شخصا ليصلح بين شخصين، ليصلح بين زوجين، فرجع إليه وفشل في أداء مهمتهما، مهمة الإصلاح. قالوا له: ما قدرناش نصلح بينهما. قالوا: ما سمعتوش قول الله سبحانه وتعالى: إن يريد إصلاحا، لو كانت عندكم النية الصادقة والإخلاص، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ويكون الصلح أو الإصلاح بين المسلمين أو المتخاصمين في المال وفي غير المال. هذه أنواع الصلح. يكون الصلح كذلك، يكون الصلح بالإقرار وبالإنكار. كيف يكون الصلح بالإنكار؟ كما حدث في قصة سيدنا عثمان رضي الله عنه مع سيدنا سعد بن أبي وقاص، عندما أقرض سعد بن أبي وقاص 7000 دينار أو درهم لأجل معين، ثم لما طالبه سيدنا عثمان بإرجاع المبلغ أرجع له 4000، قال: أعطيتك 7000، كيف ترد لي 4000؟ فتحاكم إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذاك يقول 7000، هذاك يقول: أعطيتك 7000، والآخر يقول له: أعطيتك 4000. فسعد بن أبي وقاص قال له: تحلف بلي أعطيتك 7000؟ قال له عمر بن الخطاب، سيدنا عمر بن الخطاب قال له: أنصافك، أحلف. قال له: ما كنت لأحلف على دراهم، ما نحلفش على دراهم. فتصالحا وتراضيا، هذا صلح الإقرار. يعني صلح الإنكار، هذا ينكر بلي 7000 والآخر ينكر 4000. كاين صلح الإقرار، واحد يعطيك 10 منين يسلف على شهرين، يلحق شهر يقول لك: ترد لي 10 ملايين. تقول له: تفهمنا على شهرين. تولي تقول له: وانا نعطيك 5 ملايين، تنقص لي ونعطيك في الحال، ضع وتعجل. هذا كذلك من باب صلح الإقرار، يعني هذا مقرب اللي سيد والاخر مقرب كذلك باللي سيد. هذه انواع، يعني باختصار. نرجع للابعاد المقاصديه.
ولا أطيل. مقاصد الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ النفس والعقل والدين والمال والنسب، هذا على مستوى الشخص على مستوى الفرد، ولكن المقصد العظيم اللي يدخل في مقصد حفظ تماسك المجتمع، مقصد الإصلاح لحفظ تماسك المجتمع، هذا المقصد تماسك المجتمع واش يؤدي؟ يؤدي إلى مقصد واحد آخر اللي هو مقصد حفظ الأمن والأمن القومي. كيفاش نحفظ الأمن القومي إذا كنا متخاصمين؟ لأن وحدتنا في قوتنا وقوتنا في صلاح حالنا وأحوالنا وتماسك مجتمعنا، هذا البعد حفظ الأمن القومي يكون بالإصلاح، يكون لما يكون المجتمع متسامح متصالح. أو على جال الآن يعني في الواقع تاعنا على جال يقسلوا الطوابير أو كذا يضربوا موس مباشرة يقتلوا إزهاق الأرواح، يعني هكذا. وكثير من الخصومات التي تقع لأسباب تافهة وربما تؤدي إلى إزهاق الأرواح. إذن هنا علينا كمجتمع مسلم أن نتواصل بالحق كما جاء في سورة العشر، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، أن نتواصل بالتسامح والتنازل. لابد أن ننشر في مجتمعنا ثقافة التسامح وثقافة الصلح والإصلاح وثقافة التنازل. عندنا ايش واحد يسمح لواحد، حتى واحد يقول السلام عليكم يقول هذا هو مش نافع عليك. هذا كيفاش عاشوا اجدادنا وكيفاش كانوا متلاحمين وكانوا يد وحده، كانت جماعه ناس كبار لما يقولوا كلمه الصغار يسكتوا من باب الاحترام والتقدير. كان شيخ القبيله او شيخ العرش او شيخ الدوار لما تصرى مشكل يجمع الجماعه يحل المشكل. احنا الان نسمعوا بالمشاكل ونسمعوا بالخصومات ونزيدوا، والمفروض تكون عندنا جماعه الاصلاح هي جماعه اطفاء الحرائق الاجتماعيه. هذه حرائق كما تلتهب النار الاخضر واليابس فكذلك تفعل الخصومات. اذا غاب الاصلاح في المجتمع ساد الهرج والمرج، لان الاصلاح مقصد من مقاصد الكليه في الشريعه الاسلاميه لحفظ تماسك المجتمع. هناك كذلك هذه المهمه كما ذكرت هي مهمه الانبياء والمرسلين ومهمه الصالحين والمصلحين، هي مهمة كل مسلم. باش نشوفوا الصلح هذا على لازم الأئمة أو لازم شيوخ الزوايا أو لازم لا هذا ربي سبحانه يقول ويوجه الخطاب لعموم المسلمين فأصلحوا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذه هي الندوة اللي جات كبادرة اجتهد فيها أو باركتها السلطات العمومية لتكون نبراس وبادرة وندوة تحسيسية لأهمية هذا الموضوع حتى ننشره كثقافة في المجتمع. ثم لما لا تكون في مدرسنا وقرانا وبلديتنا ودائرتنا من يبادرون لهذه المهمة اللي هي مهمة الأنبياء والمرسلين كمجالس للصلح، نتفادى بها الكثير من المشاكل ويخفف بها عبء كبير على المحاكم. ربما قضية
تتعلق بالميراث أو بالطلاق أو بخصومة معينة فيتدخل فيها رجال الإصلاح ويسود التسامح والعفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله أفضل من أن تبقى في أروقة المحاكم لسنوات وتنتشر بذلك الضغينة والقطيعة. حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوجه المتخاصمين إلى الإصلاح ويوجه الوجهاء لإصلاح ذات البين، ويقول لأن القضاء يولد الضغينة والقطيعة، حتى وتدي حقك في القضاء لكن هذا الحق هذا يخلف ضغينة وقطيعة من طرف الخصم الثاني، لكن في الصلح لا، الصلح يكون بالتراضي ويكون بالاتفاق يكون بالتسامح. هذه هي اللغة التي نحتاجها في مجتمعنا. أكتفي بهذا القدر لأحيل الكلمة للسيد الأستاذ بلال جعفر المنشط، بارك الله فيكم والسلام عليكم. شكرا جزيلا للبروفيسور محفوظ بن صغير على هذه المداخلة القيمة فعلا التي ذكر فيها بقيمة الصلح في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي فعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وفعلا ثقافة الصلح في المجتمع الجزائري متأصلة، كاين التجمعات في بلاد القبائل في بلاد زواوة، هناك في مجال الصلح تعقد في بلاد الشاوية، والشيخ عبد الغني بارش من بين الوجهاء منطقة عين مليلة في بلادنا، الشيوخ اللي يذكرهم الأئمة دائما، يعني الثقافة هذه موجودة في المجتمع الجزائري. وحتى يعني الدولة الجزائرية رائدة في مجال الإصلاح، الدولة الجزائرية لها مساعي تاريخية إصلاح بين الدول وحل مشاكل دولية كبيرة، سواء دول الجوار أو دول إفريقية ودول. فالجزائر لها سمعة طيبة، لماذا؟ لأن الدبلوماسية الجزائرية نشأت في الثقافة الجزائرية. مؤخرا الجزائر جمعت شمل الفصائل الفلسطينية في مصالحة تاريخية، من هذا الذي يجرؤ على يجمع في عالم يعني يشهد هرولة نحو التطبيع؟ من ذا الذي يجرؤ على جمع الفرقاء الفلسطينيين على أرض الشهداء على أرض الجزائر من أجل توحيد الكلمة وجمع الصف؟ من هذا الذي يجرؤ على لم الشمل العربي في قمة عربية كانت ناجحة بامتياز؟ إذن هو الصلح ثقافة من أحياء الجزائر ومن جبالها وسهولها ومن كل مكان، لأن هذا ما يربينا عليه القرآن العظيم، وهذا ما تربينا عليه سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يحضر معنا فضيلة الشيخ البروفيسور سعيد بويزري. سعيد بويزري يعني ما شاء الله تبارك الله، الجزائر يعني كما يقول القائل بمثلكم تعتز الجزائر وتفخر. في الحقيقة لا يدخر جهدا في الإصلاح بين المتخاصمين، وأنا أشهد له أيام كان لنا الشرف أن نعمل معه في قناة القرآن الكريم، وكنت منشطا في حصة هلا سألوا، فكان حينما يأتي إلى البرنامج الهاتف لا يتوقف، الأسر تطلب الصلح، وفعلا رجل مبارك يعني أينما حل الصلح معه، هذا من توفيق الله ومن فضل الله عليه. وأنا أذكر في قسنطينة في أحد أحيائها كان هناك مشكل، وقدر الله أن يكون الشيخ حاضر، فسبحان الله بمجرد حضوره تم الصلح، يعني شيء يعني هذه نشهدها لفضيلة الشيخ معاينة، ولا يتكبر يعني حتى وتعيط له عائلة بسيطة يروح لها يمشي لها ما عندوش إشكال. ويعني من يعرفوه عن قريب يقول أنه لا ينام ربما إلا ساعتين أو ثلاثة فقط، يعني شوف وكل وقته مسخر للإصلاح. وهذه التجربة في الحقيقة تجربة فذة وتجربة رائدة، وبرنامجه مع الأستاذة نجاة قراط وهي حاضرة معنا من صحفية بقناة القرآن، له الآن ما شاء الله 14 سنة وهذا البرنامج يمشي في التلفزيون الجزائري، والشيخ يعني معروف بمؤلفاته ومساهماته، وشرف كبير. ورجال رأس الواد لم يقصر، ورجال برج بوعريريش مدينة المقراني والحداد حاضرون أيضا من أجل أن يعرفوا للعلماء قدرهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه وقدره. فضيلة الشيخ الكلمة الآن إليكم، فتفضلوا
مشكورين ومحترمين ومبجلين. تفضل سيدي الكريم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. طريقة ندوة اليوم، دورة اليوم، نجتهد أن تكون متميزة في ظرف دقائق. ركزوا معي، سننهيها والمجال يفتح للمناقشة. الصلح قيمة شرعية اجتماعية تربوية حضارية. نعالج هذا الأمر من خلال نقطتين فقط. النقطة الأولى إشارة إلى الجانب النظري عن طريق الإحالات. أما النقطة الثانية تمثل الجانب التطبيقي العملي عن طريق ذكر الإجراءات التطبيقية لتمثل قيمة الصلح ميدانيا. ثم الخاتمة، الجانب النظري من خلال الإشارات. ألف، الشرع الإسلامي يرشدنا، يوجهنا إلى الصلح. سمعتم إلى بعض الآيات، أقولها بأرقامها. سورة الأنفال الآية الأولى، سورة النساء الآيات 35، 65، 114، 128. سورة الحجرات الآية العاشرة زائد آيات أخرى. ب، السنة النبوية، الأحاديث كثيرة، موطأ الإمام مالك رقم الحديث 31، البخاري رقم الحديث 2693، أبو داود يعني في سنن أبي داود رقم الحديث 949، مسند الإمام أحمد رقم الحديث 9550. جيم، القانون. القانون الجزائري يعد من أرقى القوانين في العالم في هذا المجال. الأدلة، القانون 75-58 هو القانون المدني معدل المتمم، المادة 459 وما بعدها، هذه المادة تعرف عقد الصلح. المادة 53 إلى غاية المادة 673 متعلقة بالالتزام، الالتزامات، وهذا مجال كبير للنزاعات. القانون 75-59 هذا القانون التجاري، من المادة 317 إلى غاية المادة 348. إشارات، مثلا نأخذ المادة 330 تشير إلى أن التصديق على الصلح يجعل ملزما ملزما، لأنه يترجم إرادة الأطراف. المادة 334 تسمي الآية 280 من سورة البقرة، أي 280، وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسور ميسر، يعني معدل الذي لا ينتهي إلا عن طريق الوفاء هذا، أو عن طريق الإرجاء طبقا للآية 280 من سورة البقرة، أو عن طريق الإعفاء. وبعد هذه الآية تأتي الآية 281 ثم الآية 282 وهي أطول آية في القرآن، آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين أجل مسمى فاكتبوا. إذن ذكرت هذا على سبيل التمثيل من باب بيان التأصيل
الشرعي للقوانين. هناك مواد كثيرة جدا نؤصلها بكل يسر في القرآن والسنة. إذن هذا القانون تجاري وهو مجال حيوي للنزاعات من المادة 317 إلى غاية المادة 348، وتأتي الآية 334 كما قلنا، هذه تؤدي إلى التيسير واليسر، واليسر ورفع الحرج، التيسير ورفع الحرج مبدأ من مبادئ الشريعة. القانون رقم 84/11 المعدد والمتمم بالأمر 0502 خاصة المادة 49 والمادة 222 التي توحينا مباشرة إلى الشريعة عند وجود فراغ تشريعي، ونص المادة كالآتي: كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى الشريعة الإسلامية. وهذه المادة تساوي المادة الثانية من قانون 91/10 المعدل والمتمم المتعلق بالأوقاف. الأوقاف أيضا مجال حيوي جدا للنزاعات، مجال الأوقاف والحبوس خاصة الأوقاف الخاصة. نقرأ في المادة الثانية ما يساوي المادة 222 من قانون 481/11، يعني إشارات واضحة إلى العودة إلى الشريعة الإسلامية. ننتبه، هناك قوانين في بعض الدول تشير إلى بعض المذاهب الفقهية، العودة إلى المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، ولكن قوانيننا جميعا تشير إلى العودة إلى الشريعة الإسلامية أي بجميع مذاهبها المعتبرة، وهذه نقطة تميز في المنظومة القانونية الجزائرية. نقرأ في قانون 90/02 المتعلق بالعمل بالمنازعات، منازعات العمال، هذا أيضا مجال كبير. نقرأ في المواد المادة 6، 7، 8، 9 كلها نصت على المصالحة بهذا الاسم. أما المادة 10/11/12 تنص على الوساطة. ونقرأ أخيرا في القانون 08/09 المادة 990 وما بعدها نصت على الصلح، والمادة 994 وما بعدها نصت على الوساطة القضائية، والمادة 1006 إلى غاية 1038 نصت على التحكيم التجاري الداخلي الوطني، والمادة 1039 إلى غاية المادة 1061 نصت على التحكيم التجاري الدولي. دال المنظومة القانونية العالمية والمجال الفسيح. أكتفي بالإشارة إلى ندوة طوكيو، ندوة شهيرة مرجعية على مستوى القوانين والمواثيق الدولية، ندوة طوكيو سنة 1983 التي نصت على ما يسمى بالعدالة الجنائية أو الوساطة الجنائية. والوساطة الجنائية نصت عليها القوانين الدولية وموجودة في الشريعة الإسلامية. أخيرا في قانون الإجراءات الجزائرية حصل تعديل من خلال توسيع صلاحيات وكيل الجمهورية في مجال الصلح خاصة في المادة 37 مكرر إلى غاية المادة 37 مكرر 9. إذن خير كثير، نروح للتطبيق مباشرة الآن. تيوري واجهة الميدان. الميدان يشترط منا جملة من الأمور. الأمر الأول نقرأه في الآية 35 من سورة النساء: إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. إحنا مسلمين، النية أساس كل شيء، النية مليحة في العبادات وفي المعاملات. تجيب ماصون بنا باش يبني لك، لو كان يكون عنده النية يسقم البنيان والعمران. النية في الصلوات، النية في العبادات، النية في الأعمال، النية في العلاقات، النية في كل شيء. إذن وهذه إشارة واضحة في الآية 35 من سورة النساء، والآية 162 من سورة الأنعام، الآية الجامعة للنيات. ربنا قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، كلها
اللي في التجارة في الفلاحة في الملاحة، وين تكون في الإدارة وين كنت؟ ومحياي لله رب، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا رقم واحد. رقم اثنين، لابد من فهم الواقع. هذه مسألة مهمة في الميدان. ما معنى فهم الواقع؟ لو عدنا إلى النزاعات القديمة التي كانت تطرح على القضاة، القاضي شريح من القضاة الكبار في هذه الدنيا، سجل البصمة نتاعو بكل وضوح، ولكن القضايا التي تطرح عليه بسيطة جدا. طبعا هذا الكلام قد يفاجئ، هو كلام صادم ولكنه صحيح. لماذا؟ لأن قضايا بسيطة. هذا واش نقدر نقول؟ قضايا بسيطة جدا. لذلك الآن حينما أقول فهم الواقع، معنى لابد أن نستوعب واقعنا وما يفرزه من نزاعات مختلفة في جميع المجالات. في المجال العقاري ما كانش الزمان عنده المشاكل كما الزمان في الفونسي. يلا أطروح المقاولات، عقد المقاولة نص عليه القانون تحت عنوان كبير: عقود على العمل، العقود الواردة على العمل. هذا هو العنوان الذي اتخذه القانون رقم 7558 للتعبير أو للحديث عن جملة، للنص عن جملة من العقود، منها عقد المقاولة، منها عقد التشغيل. إذن هذه نزاعات عقارية، الطريان اللي راهي مغلوقة، يا ما آلاف من القضايا راهي على مستوى المحاكم بسبب الطرقات. كاين اللي قطع طريق على الآخر، وهذه كثيرة. مشاريع نتاع الدولة باش تروح دير توصل الكهرباء ولا توصل الغاز ولا الماء، وتجد المعارضات التي لا حد لها. يقول لك ما تفوتش الأنابيب نتاع الماء ولا نتاع الغاز في بلادي في أرضي. وعلى بالكم هذه مسألة ماهيش سهلة، وعرة جدا من ناحية الشرعية باين. هذه حقوق الارتفاع. القانون المادة 867 وما بعدها نصت على حق الارتفاق. إذن كيف نطبق ما ورد من نصوص شرعية ونصوص قانونية ميدانيا باش تفتحوا طرقان، المشاريع تنجز إلى آخره؟ لذلك الميدان هو الذي أفرز هذه القضية، والتطور التكنولوجي والتطور العمراني والتطور في جميع المجالات هو الذي أفرز هذه النزاعات. لذلك أقول فهم الواقع هذا أمر ضروري جدا. أمر آخر، لا بد من الاختصاص. على الاختصاص هذه مهمة، ندير واحد القاعدة كبيرة تحت عنوان الشمولية في الفهم والتخصص في العمل. بمعنى لازم نعرفوا باللي الإسلام أعطانا كل الحلول، والقوانين نتاعنا إلى حد ما أيضا عندنا يعني قوانين ونصوص قانونية مهمة جدا. الآن كي نروحوا للتخصص، النزاعات العقارية تحتاج إلى اختصاص من عقاري، من إخوة أو أخوات مختصين في المجال العقاري من أجل إيجاد الحلول المناسبة للنزاعات المعروضة. حاجة أخرى، إذا كان النزاعات المالية الاستثمارية ما هيش نزاعات كما كانت تعرض سابقا، تاجر مع تاجر يديروا مثلا المقايضة، المسألة بسيطة بسم الله ما شاء الله وضرب. يجيب قضية في الاستثمار والمال والأعمال معقدة جدا، تحتاج إلى فهم وإدراك لهذه المسائل. بلا ما نطول عليكم، في جميع المجالات هذا الذي يقتضي منا أمرين وبهما أختم. الأمر الأول هو تأسيس مجال الصلح على المستوى المحلي، تأسيس
مجالس صلح على المستوى المحلي في القرى والأحياء والمدن والولايات. الأمر الثاني والأخير هو التكوين. لا يمكن للصلح أن ينجح مع وجود النيات ومع صدق النيات إلا بالتكوين والتكوين الفعال المستمر. شكرا لكم. إذن نشكر فضيلة البروفيسور سعيد بويزري على هذه الكلمة حول الصلح. وفي الحقيقة هو دعا عمليا لإنشاء مجال الصلح على مستوى البلديات والأحياء والولاية من أجل ترسيخ ثقافة الصلح وللصلح رجال. طبعا دون إطالة معنا السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لرأس الواد يود أن يتدخل، وإن شاء الله بعدها مباشرة نفتح الباب للمداخلة للمشايخ الذين يريدون إثراء أو طرح بعض التساؤلات. فليتفضل مشكور. تفضل سيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. علمنا الإسلام فأحسن تعليمنا، ثم أدبنا فأحسن تأديبنا، والصلح خير. فباسمي وباسم المجلس الشعبي البلدي لبلدية رأس الواد أرحب بالحضور، ولا أقول الضيوف لأننا جزائريون في بلدية جزائرية والجزائر لنا ونحن لها. فأهلا وسهلا بكم. فباسم سكان بلدية رأس الواد نرحب بكل الحضور وعلى رأسهم الدكتور سي سعيد، نقول له أهلا وسهلا بكم في بلديتنا. أنا لا أطيل عليكم الكثير. الصلح خير. في ظل الجزائر الجديدة، الجزائر الجديدة تعمل في 1543 بلدية بالصلح، ونعمل كلنا من أجل رفع قيمة الجزائر بين البلدان. فنحن جزائريون، وأنا لا أطيل عليكم كثير. جئنا كمسؤولون محليون جدد في ظل جزائر جديدة، فنعمل كلنا من أجل إنجاح جزائرنا. ما عندناش بلاد أخرى يا جماعة. أخيرا نترحم على شهدائنا الأبرار، ونطلب إن شاء الله من رب العالمين يعطي الصحة لمجاهدينا الأخيار وللشعب الجزائري. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. عاشت الجزائر الجديدة حرة مستقلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن هي إرادات تجتمع على الخير بحول الله تعالى. أيضا ندعو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بارج من مدينة الشهيد العربي بالمهيدي عين مليلة ولاية أم البواقي من أجل إلقاء كلمة في هذا المقام. تسليم كثير إليك الدين وفعل. شكرا للزاوية على هذه الندوة القيمة التي تعبر حقيقة عن ما يعيشه الإنسان المسلم المعاصر من حياة يومية تعترضها مشاكل. هذه المشاكل تحتاج إلى حلول. هذه الحلول لا شك أن نجدها عند القائمين على الشأن الإصلاحي والصلح في الجزائر. أشكر الأستاذين الفاضلين على ما أفاد وأجاد. والحقيقة أيها الإخوة أن الشعب الجزائري عبر تاريخه الطويل دائما اهتم بالشأن إصلاح ذات البين. وحتى في الفترة الاستعمار الفرنسي كانت الجماعة حاضرة وبقوة في حياة الشعب الجزائري لفك الخصومات وحلحلة المشاكل التي كانت موجودة. أنا أثمن عاليا ما جاء في كلمة البروفيسور بويزري نهتم بتنظيم هذه العملية، عملية الإصلاح تكون في شكل مؤسساتي حتى نعطي لها دعم وقوة. لأن الجزائر شاسعة، البلد القارة، ولكل منطقة خصوصيتها، وهذه الخصوصية تحتاج
منا كذلك إلى تفهم خصوصيات المنطقة. ولذا لما تطرق في كلمته إلى فهم الواقع، لا شك أن الواقع كذلك يختلف من منطقة إلى أخرى. وبالتالي هذه الندوة نحتاج إلى مثلها في ولايات الوطن حتى نعمم هذا المشروع على كل ولايات الجزائر بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله في مسعاكم ووفقكم الله عز وجل لما يحب ويرضى. إذن شكرا للشيخ عبد الغني بارش، هو ناشط أيضا في مجال الصلح في ولاية أم البواقي وكذا الولايات المجاورة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبينا دعوت القائمين على هذا اللقاء الهام والهام جدا الذي يخوض في مسألة هامة وهامة جدا ألا هي مسألة الصلح، والذي أترك تفاصيلها للأساتذة الأجلاء والمختصين في هذا الموضوع، ولكن ربما كلمات المقتضبة حول مقاربة هذا الموضوع الذي في الحقيقة يهدف إلى ترسيخ مبادئ التسامح وترسيخ كذلك مبادئ الأخوة، ومن خلال يعني إسقاطات مؤسسة الصلح ذات البين، الهدف الرئيسي هو الحفاظ على تماسك المجتمع. ولما يكون تماسك المجتمع فبالطبع يكون يعني هناك أمن مجتمعي، هناك أمن عائلي، هناك أمن تربوي، هناك أمن اقتصادي، هناك أمن أمني. يعني كل هذه الإسقاطات يعني تأتي نتيجة وكمحصلة لدور الإصلاح ذات البين. وكذلك هو في الحقيقة هو عمل يعني إصلاحي ومؤسسة يعني عريقة دعا بالمجتمع الجزائري أن يعتمد عليها في حل كل الإشكاليات التي تضاح، سواء الإشكاليات أو القضايا العائلية أو حتى القضايا يعني اللي نسير بها القرى والمضاشر فيما يخص توزيع كل الثروات التي تتوفر عليها القرية وعلى تتوفر عليها أي إقليم. فأجدادنا كانوا حقيقة يلجأون إلى هكذا آليات مجتمعية، ولكن لابد أن نقر أن هناك تراجع ملحوظ في اللجوء إلى مثل هذه الآليات وهذه التجارب اللي مارس بها المجتمع الجزائري، واللي في الحقيقة كانت يعني ضمن النظام التقليدي اللي يفوت عليه اللي تتعامل معه العائلة والمجتمع القروي. ولكن حاليا أنتم تلاحظون أن هناك يعني تراجع فيما يخص هذه القيم التي نوعا ما غابت عن سلوكاتنا، وأصبحت دقارة حب الذات وتطاحن فيما بين أفراد المجتمع، وهذا التطاحن كذلك انعكس سلبيا على سير حتى مؤسسات الدولة، لأن الدولة مؤسساتها وحدها لا تكفي، لابد أن يكون لها سند. واستمعت للتو السؤال الذي طرح حول مدى مساعدة هاد المساعدين القضائيين في دعم العمل القضائي، ففي السابق لم تكن لدينا مؤسسات قضائية حديثة، ولكن كان المجتمع يجد كل الحلول له، لأنه المحيط العام كان محيط إيجابي والكل كان يمتثل لهذه المؤسسات التقليدية يعني العريقة. الوقت الحالي أنتم تعرفون جيدا ماذا يجري في أوساط عائلتنا وماذا يجري في أوساط مجتمعنا، وهذا في الحقيقة يعني يضعف قوتنا وكذلك لا يسمح ب يعني تنفيذ كل السياسات نتاع السلطات العمومية، لأن السلطات العمومية تخطط وتنفذ سياسات
متكاملة اجتماعيا تربويا تنمويا اقتصاديا، ولكن لابد أنها تحتاج إلى الأمان والأمن وهذاك الطمأنينة وهذاك الجو الإيجابي وهذاك يعني الأخوة وهذاك التماسك. وإذن لابد أن نراجع أنفسنا جميعا، لأن هذه الخصائص لا تتوفر عليها المجتمعات المتقدمة، هم يحسدوننا عليها. المجتمعات المتقدمة كلها مجتمعات تعتمد على الجوانب المادية بدون أي روحيات، ولكن إحنا حبانا يعني الله سبحانه وتعالى أنه أرسل لنا هذه الرسالة السماوية التي ربما لابد أن نقتدي بها وأن نوظفها توظيفا حقيقيا لا سلوكا مظهريا. لابد أن هذه الرسالة السماوية أن تأخذ يعني طريقها إلى سلوكاتنا اليومية وتصرفاتنا وعقيدتنا وأفكارنا من خلال العمل على يعني بث روح التضامن والأخوة والتسامح، وكذلك نبذل الكراهية وحب مؤسسات الدولة. في بعض الأحيان نحس أننا نتباهى في عمل مضاد لمؤسسات الدولة، وكأنها يعني هذيك هي اللي تجيب هذيك الإضافة. العكس، ربي سبحانه وتعالى وصانا على حب العائلة وحب الجار وحب الأخ وحب الأخت، وكذلك وصانا على حب الوطن وحب مؤسسة الدولة وتدعيم مؤسسة الدولة، لأن العلاقة موجودة تكاملية ما بين المؤسسات المجتمعية التقليدية والمؤسسات كذلك نتاع الدولة. وإن أخفقت مؤسسات الدولة فالمؤسسات المجتمعية هي التي تصوبها وهي التي تقومها. أشكر جزيل الشكر القائمين على هذا اللقاء، وأشكر السادة الأساتذة الأجلاء الذين في الحقيقة لهم باع طويل في هذا المسعى، وكذلك مدينة راسل وكذلك مدينة العلم والعلماء. ربما بل أكيد أنها ستكون يعني شعاع تنطلق منه هذه السياسة الحكيمة وهذه السياسة التي تنبض العنف وتنبض الكراهية وتكرس الأخوة وتكرس التكافل ما بين أفراد المجتمع خدمة لوطننا العزيز. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذين قدموا من مختلف قرى هذا الوطن الحبيب، وكذلك الأستاذين الكريمين الذين أطر
تقطيع علمي وكذلك أفادنا بمجلس بهم معارفهم العلمية، ومما أضفى جانب يعني جمالي ومشوق لهذا اللقاء، فنتمنى نحتضنهم في مناسبة أخرى في مواضيع أخرى، حتى يعني نسعى إلى ترسيخ هذا التفتح بتاع كل رجالات الفكر حول المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مباركا فيه، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا فيه. اللهم يا ربي نسألك أن تبارك في مساعينا وأن تبارك في بلادنا. اللهم ارب احفظ الجزائر، اللهم ارب احفظ الجزائر، اللهم اجعلها بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ربي نسألك أن تجعلها رافدة في الخير إلى يوم الدين، اللهم ارب احفظها من كل مكروه. اللهم يا ربي نسألك أن تبارك في السيد الوالي الذي أحفنا بهذه الرعاية المباركة. اللهم رب احفظ بلدنا الجزائر رئيسا وشعبا وجيشا. اللهم يا رب لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا عافيته وشافيته، ولا حاجه من حوائج الدنيا الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. نسالك اللهم من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. نسالك اللهم ان تبارك في هاتين الاستاذين اللذان افادانا بهذه المعلومات، وبارك الله في الجميع، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين، وانتم مدعوون جميعا الى وجبه الغداء، وبارك الله فيكم. السلام عليكم.